السلام عليكم، بنرحب فيكم تانية في السمارت جريدز، وهذا حنتكلم على السينكرونايز ميجرمنت تكنولوجي. السينكرونايز ميجرمنت تكنولوجي عندها الابيليتي تو سينكرونايزلي سامبل داتا اند سند ات ات ريت اس فاست اس 250 تايمز بير سكند. اللي بنيجي نطلع عليها بينما في الاسكادا عندي الميجرمنت تقريبا افري سنت افري 3 سكند، ففرق كبير عنديها. انا هاي زي ما حكيناها الاس ام تي سينكرونايز ميجرمنت تكنولوجي من 50 ل 250 مرة في الثانية، بينما هذه مرة كل 3 دقائق. الآن المكونات تبعها، بنتكلم على الفيزر ميجرمنت يونت البي ام يو، بنتكلم على الفيزر داتا كونسنتريتور البي دي سي، وبنتكلم على البريسايز تايم سينكرونايزيشن سورس اللي هي اللي عندي البي تي اس، وبنتكلم على الاي سي تي انفراستراكشر. لما نتكلم على البي ام يوز انستولد ات سب ستيشن باس بار، وهذا ايش بيعملها؟ بتعمل مونيتور ديديكيتد ترانسميشن لاين اند سند دوز ميجرمنت اوفر ذا ريجنال اي سي تي رينج تو ذا ريجنال بي دي سيز اللي عندي. يعني هذا في عندي ديديكيتد ترانسميشن لاين بتم ارسال الميجرمنت للريجنال رينج تبع الموجود. الان بهذا طبعا بيحصل عندي كوميونيكيشن ديلي، وهذه من الشغلات. الميجرمنت فروم ذا بي ام يوز ارايفد ات ديفرنت تايمز، فعاده ايش سو هنا بصير ري الايند لها وسورتنج في هذا. هذه عمليه سهله، لانه ليش؟ كل ميجرمنت في لها تايم ستامب، يعني هذه بتم ارسالها عبر الشبكه، بتم لها سورتنج وري الايند بناء على التايم ستامب اللي موجود فيها. الان لما نتكلم على السينكروفيزرز، السينكروفيزر بنتكلم على روتيتنج فيكتور ويد ماجنيتيود اند فيز ويد ريسبكت تو ا كومن تايم ريفرنس. يعني في عندي كومن تايم ريفرنس اللي هذا بنسميه سامبل تايم، وهذا بيصير روتيتنج للماجنيتيود والفيز بناء عليه. فهذا بنتكلم على الفريكوانسي اند ريت اوف تشينج اوف فريكوانسي، من الشغلات اللي بنطلع عليها. انالوج اند ديجيتال يوزر فاليوز وفولتج ماجنيتيود اند انجل. يعني البي ام سينز ميجرمنت such as frequency and rate of change of frequency as well as some digital user values such as ايش البريكر ستاتس or some analog measurement if required. اللي عندي البي ام ميجر ايش هي؟ زي ايش؟ زي الثري فيز اند سيمتريك كومبوننت اوف ذا فولتج اند ماجنيتيود اند الفيز انجل اللي عندي. الميجرمنت هذه بتم ارسالها باي مين البي ام يو انكلود سينكرو فيزر اللي حكينا عنها اوف الفولتج والكورنت ويتش ار فيكتور ويد ماجنيتيود and phase. يعني لما نيجي نطلع هاي السينكرونيزيشن بتطلع على ايش؟ البولس بير سكند نطلع عليها، الاي ار اي جي بي سيجنال، والاي تريبل اي 5188 بي تي ايش بي اللي بنشوفها. طلع هنا هاي الاشاره عندي، هاي السامبل تايم اللي بنتكلم عنه تي 1 تي 2 تي 3. فالاف في 0 بتكورسبوندز لمين؟ لا الاف كورسبوندز ات اف في 0. هاي لما اف اكبر من اف في 0 بيصير عندي، ولما اف اصغر من اف في 0 بتم هذا المجال في هذا المجال. بس هذه الستامز اللي بنتكلم عليها اللي بنسميه سامبل تايم او سامبلينج كورسبوند للسامبلينج فريكوانسي اللي هي اف اوف 0. الان التايم سينكرونايزيشن كان بي اتشيفد ان نمبر اوف واي. زي ايش؟ الموست كومن ميثود اللي هي عبر الجي بي اس which is quite accurate but vulnerable to cyber attack. يعني هذه الجي بي اس very accurate، بس هذه معرضة انه يتم اختراقها او يتم مهاجمتها عبر عالم السايبر. النيو ترند بنستخدم اليش الاي تريبل اي 5188، وهذه بنسميها البريسايز تايم بروتوكول البي تي بي. البي تي بي هذه mostly used directly عبر مين؟ الإيترنت. الإيترنت اللي هي واحدة من البروتوكول اللي بتم فيها عملية إرسال
يعني الديتا، وهذه بتستخدم طبعا الانترنت. ممكن تكون الايرلي فيرجن تبعتها هذه المشكله فيها الكوليجن، او بتقدر تعمل كوليجن ديتكشن في هذا المجال. بس هذه ايش بصير لها؟ هذه بتعمل ريدكشن للديلي بود اديشنال بروتوكول لاير. طبعا هذه ريكوير سبيشالايزد راوتنج هاردوير عشان تعطي كيف بدها تمشي وكومبلاينت ويز البي تي بي ستاندرد. الان التايب سينكرونايزيشن ابديت از سنت اوفر الايثرنت نتورك فروم سنترلايزد لوكيشن تو ا تيبيكال سب ستيشن تو تايم سينكرونايز اور ريكوير ديفايسز. يعني كل الديفايسز بده يكونوا ايش؟ سينكرونايز في هذا الوقت، يعني بعباره ثانيه بدهم يكونوا كلهم على نفس الساعه. With this we get accuracy of around 10 nanoseconds with a local network. يعني هذا اللي بيعطيني تقريبا synchronization تبقى with 10 nanoseconds. وهذا very accurate. The standard send two signals from the primary to which all secondary response with a message. يعني عندي واحد بتبعت لكل المشبكين عليها. الآن هذا بدها تقيس إيش؟ الديلي. فهذا بتروح الإشارة وبترجع، فهذا بنسميها راوند تريب. الآن بعد هيك بتقسم الراوند تريب هذا على اثنين، بتعطيها الوان وي ديلي لهذا اللينك المعين في هذا المجال. وهذا تيكن انت اكاونت ريسيف تايم ستاب. وانس الميجرمنت ار سنت باي دي بي ام ام البي ام يوز، they are collected, processed, and then merged into one coherent data stream by the phaser data concentrator اللي عندي. وهذا reducing the bandwidth required of telecommunication اللي عندي. زي ما حكيت هدول بدهم يجوهن وبتم ايش ارسالها على شكل باكت في هذا المجال. It is also useful for quality check لو انا بفحص هاد of built-in application already in BDC. For instance, you can select for which BM you would like to compare the phase angle shift or monitor the oscillation. This providing with a new service compared to the traditional SCADA. الآن النتورك اللي عندي هاي البي دي سي وهاي البي ام يوز اللي بتم الإرسال فيها. For all components such as power grid to function accurately, a strong wide area communication network is required. طبعا هذا بلزمني telecommunication network من الحاجات الأساسية، وهذه اللي بتشوفها من الشغلات اللي تكلموا فيها في المختبرات عندكم في السمارت ميترينج. كيف الكوميونيكيشن بحصل؟ يوجوالي برايفت اوند فايبر اوبتيك نتورك از يوز. هذه اللي نحلها على اساس بيبقى فول كنترول وفول سكيورتي موجود عليها في هذا المجال. The network is often has a ring topology to provide physical redundancy في هذا المجال. والend to end latency define the delay of the control system and protection, thus define the designing network requirement. يعني لو انا بدي اطلع بدي من الشغلات تطلع عليها الليتنسي او الديلي في السيستم. الان لما اتكلم على الوايد اريا مونيتورنج بروتوكول اند كنترول، وهذه من الشغلات المهمه سواء في عالم السب ستيشن او عالم الترانسميشن والديستريبيوشن. نتكلم على التايم اللي عندي within 100 ملي سكند، زي ما شفنا عادة اللي بيدخل عندي البرايمري كنترول، بعده بندخل في السكندري كنترول اللي عندي. اللي بهمني احافظ على الفريكونسي ستابيليتي والفولتج ستابيليتي بشكل اساسي. وهذه بدي يعني في بشكل عام بدي احافظ عليه في حدود الستاندرد المعروفة. وهذه بتخلينا أتكلم على فترة الترانزينت أو الأوسيليشن في السيستم بشكل عام. الآن هذا زي ما شفنا في عندنا الدياجرام شو تايم سكيلز اوف ديفرنت كنترول اكشن
وهذه مرت علينا قبل بشوية في الـ Event of Fault. الـ Protection and Control Devices in the Substation should engage. Typically الـ Primary Protection زي ما حكينا بيجي within 100 millisecond. لو الـ Primary ما زبطش بيجي عندنا Further Control Action بدخل عندي الإيش الـ Secondary. الآن الـ Operator neither can nor should respond to every spike and variation in the system incoming. يعني مش كل اي خلل بدي يحافظ عليه، بدي اشوف هذه الديوريشن تبع الخلل هذا، هل هو فولس الرام اور جاست ا جليتش ان داتا. احيانا بيجي حاجه فولس الرام يعني الالارم مش يعني مش طبيعه او خلل فيه، او الداتا اللي بتصل فيها مش خلل في هذا المجال. This means the operator has to wait until multiple signals come in showing that primary protection has failed and this may take up to 1 minute في هذا المجال. يعني secondary does not kick in right away. Carrying out necessary control action may even take longer. We therefore have a large control gap between 100 millisecond range and 1 minute range اللي عندي. اللي بيجي بيشتغل في هذا المنطقة الـ wide area monitoring allow to bridge that gap by employing algorithm to detect a problem using PMU data stream. الآن الـ automated wide area control automatically takes the corrective action. This means that if the primary protection fails, there is relative a fast backup. يعني هو الـ wide area automated wide area control بيجي بين الـ primary وبين الـ secondary control. الآن طب مين الـ stakeholder؟ الـ system operator، الـ generators. بنتكلم على الـ TSO والـ DSO في هذا المجال. طيب it is easier to prevent failure and will be quicker to restore the system in the event of its disturbance. هذا مين؟ الـ system operator اللي بتدخل على طول. الآن الـ generators having fewer back out means that they are able to have higher generator availability, selling more energy and making more money في هذا المجال. الآن from this perspective of transmission system operator اللي هي TSO and distribution system operators اللي هي DSO, the system can be monitored in near real time. This reduces the risk of impact of disturbances على السيستم. In the long term, it's possible to use measurements from PMU devices بشكل عام. الآن control actions اللي عندي في long term, it's possible to use measurements from PMU devices to improve إليش dynamic performance of the system. يعني عادة dynamic performance تكلمنا عنه الاستابيليتي سواء على مستوى الروتر انجل او على مستوى الفريكوانسي او على مستوى الايش الفولتج في هذا المجال، سواء تيرنينج ماشين جوفرنرز او باور سيستم ستابلايزر. الان بري ايفنت دي ار سيرتن سيجنالز اند ميجرمنت اللي بنسميها شورت تيرم ويتش انديكيت ذا سيستم از جيتينج unstable. يعني هذا قبل ما تحصل في مقدمات بتقول لي انه احنا جايين على مشكلة في هذا المجال. وهذا بتاخد preemptive control action to reduce the chance of blackout. Once emergency protective scheme is called ايش الايلندنج. ايش الايلندنج بنقصد فيها ان السيستم بيعزل حاله في small في دائرة معينة عشان يظل محافظ على الاستابيليتي في هذا المجال. وهذه يعني في السمارت جريد بتحصل على اساس انه ما يصيرش توتال بلاك اوت للمنطقه. الان بعد البوست ايفنت ايش بيصير عندي؟ السيستم بيعمل اناليسيز وبيعمل ريبيرت للانسيدنس وبيعمل ريسنكرونايزيشن للنتورك الثاني بعد ما يحصل الايلندنج في السيستم. الآن لو نيجي نتكلم عن لارج سكيل وايد اريا مونيتورنج سيستم، بنتكلم عليها هنا في اللارج سكيل، عندي الخلايا المختلفة اللي عندي
each transmission system اللي عند transmission system الموجود هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 transmission system operate and distribution system operator has its own control center. راح نشوف نوعين من الكنترول managing power only within their designated region. اللي عندي if there is an oscillation or instability due to interaction between multiple regions, it can be difficult to detect and prevent. الآن عشان هيك في عندي نوعين. إيش هو النوع الأول؟ centralized هاد نسميه. عندي large scale grid operator هاد مشبوك مع كل الخلايا الموجودة. هاي centralized large scale grid operator uses wide area monitoring to combine measurements from many regions. اللي عندي this allowed for improved control of electricity network but would create also a single point of failure for the entire network. يعني لو في مشكلة عند هذه كل النتورك هذه بصير لها ايش break down. بينما في الديسنترلايز عندي اكتر من جريد اوبريتور. هاي عندي اثنين هدول وهذه بتاخد من الحواليها وهذه بتاخد من الحواليها. يعني الديسنترلايز اللي عندي افويد الايش السنجل بوينت اوف فيلر لانه لو فشلت هاي التانيات تيك اوفر. مالتيبل جريد اوبريتور وود كولكت ميجرمنت داتا فروم سيفر ترانسميشن سيستم اوبريتورز وايل اولسو سينكرونايزينج ذير اكشن. هذا طبعا مور سكيور دان سنجل اوبريتور. بس ايش ها في الامبلمنتيشن في ديفيكولتي وطبعا برافقها هاير كوست في ككل. الان ناخذ بريك وبنتكلم بعد هيك عن السايبر سيكيورتي ان انرجي مانجمنت سيستم بشكل عام. يعطيكم العافيه.